أنا بايعت الإمام المهدي سلام الله عليه منذ بلوغي، يعني حينما تبلغ تصل إلى سن الرشد أنت مطالب بالبيعة. هاي البيعة بيعة تأسيسية، وأيضا أنت مطالب بالبيعة التأكيدية. انتبهوا يا شباب، موضوع مهم للغاية. أنت مطالب أيضا بالبيعة التأكيدية، كل يوم أنت تجدد البيعة إلى إمام زمانك. ولذلك المرحوم الشيخ المجلسي يقول: تصفق يدك اليمنى على اليسرى حين البيعة، وكأنك ترى إمام زمانك أمامك، فتمد يدك إلى يده. أنت جاي تأكد البيعة، ليش تأكد البيعة؟ خاف يصير عندك نقص، خاف يصير عندك تراجع. وما أبرئ نفسي. لذلك إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: عليك أن تقرأ دعاء العهد كل صباح. حينما تقرأ دعاء العهد كل صباح ستبقى ثابت في أركان الولاية، أقدامك راسخة لن تتغير مهما اجتاحتك العواصف ومهما جرتك القواصف. خلينا نشوف يا شباب مثال. انتوا الان يمكن تسمعوا عن بعض الاحبه كان وياك مثلا يدرس بالثانويه بالجامعه، راح الى دوله اخرى يقدم دراسات عليا، رجع مو ذاك الصاحب، صار عندي نوع من الغرور بما حصل، إلى أن ابتعد عن التدين، ابتعد عن الولاء، يمكن يوما بعد يوم ينجر إلى الإلحاد والعياذ بالله. شنو السبب؟ أسباب كثيرة، من جملتها عدم الارتباط بإمام زمانه كل يوم، بل كل لحظة، كل ثانية. لا تعتقد لحظة من اللحظات أنه غايب عنك. صاحب هذه الليلة إمامنا الصادق عليه السلام يربطنا أشد ما يكون الارتباط بإمام زمانه. قبل ولادته، قبل سنين طوال، وهو يتحدث عنه،